بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 28 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف الاحتضار وما يلاقيه الميت في قبره من سؤال الملكين وما يعقب ذلك من سعادة أو شقاوة. وها نحن في هذه الحلقة نكمل هذا الحديث الشريف وما ذكره فيه الشيخ مما يتعلق بهذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط الله وغضبه. فيتفرق في أعضائه كلها، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنقطع معها العروق والعصب. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها في تلك المسوح. قال: فيخرج منها كأنتني ما يكون من جيفة على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير. قال: أنا عملك السوء. فيقول: ربي لا تقم الساعة 3 مرات. قال الشيخ رحمه الله: ففي هذا الحديث أنواع من العلم، منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب. وفيه أن عمله الصالح أو السيئة يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. ثم ساق الشيخ رحمه الله أحاديث بهذا المعنى، ثم قال: فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور، كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور 7 أيام، يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.
وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى، كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم، ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم، في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال كثيرة معروفة، بل يجوز ذلك أن يكون في حال دون حال. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم، فقام عليهم فقال: يا أبا جهل، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وقال: إنهم لا يسمعون الآن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وأهل العلم بالحديث، يقول الشيخ: وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كان لم يشهد بدرا، فإن أنس رضي الله عنه روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرا، إلى أن قال الشيخ: قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيرهم، وليس في القرآن ما ينفي ذلك، فإن قوله: إنك لا تسمع الموتى، إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت ولكن لا تسمع سماع قبول، ولكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع، كما لم ينفى ذلك عن الكفار. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة،
فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.